اليوم بدأنا بحملة مناهضة العنف ضد المرأة للتخلص من العنف الممارس على المرأة بكافة أشكاله وأنواعه. من خلال ندواتنا ومحاضراتنا نحاول الوصول إلى الحد من هذا العنف الذي مورس على المرأة وتراكم منذ سنوات كثيرة. من خلال الندوات والاجتماعات ساهمت المؤسسات النسائية والتجمع نساء زنوبيا مع كافة المؤسسات المدنية والعسكرية للقيام بهذه الندوات للتخلص من العنف ضد المرأة وتوعية المرأة ومعرفتها لذاتها وما هي حقوقها وواجباتها لتستطيع المرأة أن تقف على أرجلها لتتخلص من هذا العنف الممارس عليها والتخلص من العادات والتقاليد البالية التي حطمت من شأن المرأة وعرضتها أكثر عرضة للعنف من موضوع المسائل الاقتصادية والاجتماعية وجميع أشكال العنف الذي مورس على المرأة في هذه السنوات. أول شغلة المرأة معنفة من كل الجهات، أول ما هي معنفة من بيتها، من البيئة اللي هي عايشة بها، من المجتمع، من زوجها، من العادات والتقاليد. نحن صحيح متقيدين بالعادات والتقاليد، بس بعادات وتقاليد بالية. أنت ليش لا تحجم المرأة؟ ليش ما تنطيها حريتها ضمن القانون؟ خليها تعرف ذاتها، أول ما تبتدي من ذاتها، من نفسها، أنها تحرر نفسها. أول شغلة عن طريق الكومينات، عن طريق الندوات، توعية، أنه يدخلون على البيوت، مو بس أنه بندوات رسمية، نوعي المرأة، نفهمها. في عادات وتقاليد، في مرأة محطمة عليها بس بتربية أولادها ومحجمة، أنها تظل بالبيت ما تعرف شنون إلها وشنون عليها. لانه نحن هسه صحيح عم نعمل ندوات، بس ضمن مجال عملنا في بنات يعني محطمات ما عم يطلعوا، ما عم يفوتوا، عيشتها بس بالبيت وتربيه الاولاد وتكون معنفه من الزوج. كيف نتخلص من عنف ضد المراه؟ يعني هذا بده كثير، بده جهودات، بده كفاح انه المراه تتخلص من هي العنف. من اي طرف تتخلص من هي العنف؟ في إلى أطراف كثيرة، مثلا من طرف بالدولة التركية، الاحتلال التركي، أما من طرف الثاني كمان كمجتمعنا الحالي اللي نحن عم نعيش فيها وعم نعاني كمان كالتعصب أو سببها الذهنية الذكورية بمجالات كثيرة. ونحن كمان حابين إنه المرأة تستوعب أكثر وتكون عندها فكرة وتكون عندها سياسية أو إيديولوجيا أو كفكريا كمان، بس هي ترجع لإلها. إذا هي عندها أسباب إنه تتعلم أو عندها جرأة أو عندها قوة إنه تستوعب هدول الأشياء، هي ترجع لإرادة المرأة، لأنه نحن ببعض الأمور ما نقدر نجبرها، لأنه هذا الشيء ترجع للقرار تبعيتها.